ما شاء الله. انت عارف جيانا فاروق كانت قاعده مكانك من حلقتين، عارف قالت لي ايه؟ قالت لي كلمه والله انا عمري المهني دي كله كان عمري اسمعها، اللعبه بتنادي على بطلها. تمام صح صح. انا قعدت اسبوع ازدنا عليه ان انا ارمي مطرقه وهو مش راضي، مع اني كنت برضو بطل في السباحه يعني، كنت صاحب رقم مصر 50 متر باك برضو وانا في البراعم 9 سنين. لا دي جديده بقى يعني. انت كنت اصلا بطل في السباحه؟ في السباحه اه، وانا 9 سنين كنت صاحب رقم مصر في ال 50 متر باك. فطبعا ما ندمتش ان انت سبت السباحه؟ لا والله يعني حسيت نفسي هنا في اللعبه دي يعني، مع اني هنا كنت بطل وببدا لعبه جديده ولسه مش عارف ايه ظروفي فيها، بس انا كنت حابب المطرقه يعني. يمكن اول بطوله انت خدتها، اول بطوله وانت عندك 14 سنه 2002. اه ده لما بدات، حتى كنت لسه بجيب رابع خامس سادس، كنت بجيب كده من بدات اللعبه. اول ظهور ليا كان تحت 20 سنه يعني، حتى انا ماليش ظهور في الشباب او الناشئين من ناحيه بطوله العالم يعني. اغلب اللي في مصر زي ايهاب عبد الرحمن، محمد مجدي، اللعيبه دي كلها عملت ميداليات عالميه في الشباب والناشئين، انا ما عملتش في الشباب والناشئين حاجه يعني. الحمد لله انا اللي حققته في الدرجه الاولى، فده احسن كتير الحمد لله يعني. الحمد لله. لا دي رساله اقف عندها. ان حتى النشئ لو لم يوفق في البدايه في اول فتراته الحياتيه، هو طبعا كان محليا بيحقق، بس هو قصده عالميا هو بص على العالميه، ما حققش في الادوار الاولانيه، حقق اول حاجه في 20 سنه، فدي رساله. ما هو دي دلوقتي تكمل. دلوقتي كمان ده اللي عمله الاتحاد الدولي، انت كان في بطوله عالم تحت 18 سنه اتلغت دلوقتي. اتلغت بقت اول بطوله عالم تحت 20 سنه. وجهه نظرهم ايه؟ ان اللعيب بيتحرق، يطلع تحت 16 و18 بيلعب بطوله العالم، يجي 20 اخره خلاص درجه اولى مش موجود. ده في المطرقه بس ولا في لا كل الايفنتات كلها بتاعت العاب القوه؟ رمح. فلغوا كل ال 18 سنه، هي بطوله العالم بدايتها من تحت 20 سنه، ان اللعيب بقى بيوصل درجه اولى. فين اللعيب اللي كان عامل اول عالم في الشباب والناشئين؟ اختفى مش موجود، اتحرق خلاص. فدي كانت يمكن كانت حاجه كويسه الحمد لله، ان انا بدايه ان انا حققت في الشباب تحت 20 سنه، عملت اول عرب واول افريقيا، لكن ما عملتش حاجه عالميه. لما طلعت درجه اولى الحمد لله عملت 2 كاس عالم الحمد لله، وبحر متوسط ذهبيه، وثلاث دورات افريقيه الحمد لله ذهب ورا بعض، واربع بطولات افريقيا برضو ذهب ورا بعض، وبطولات العرب ورقم مصر وعرب وافريقيا ودورات وبطولات الحمد لله باسمي لحد دلوقتي 81 متر 27. ربنا يحميكم بجد. انت بتقول لي انا يعني مش عايز اقطعك، مبهور باللي انت عملته، والناس لازم تعرف ان احنا عندنا ابطال يعني من ذهب.